المغرب، أستاذ باحث في القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي، يعني في كلية العلوم أو حاصل على ماستر في قانون العقود والعقار بكلية العلوم يعني الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بوجدة. له عدة دراسات وأبحاث في مجال تخصصه، فليتقدم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بالتواجد معكم في هذا اليوم على الدراسي بصفتي عضو نادي قضاة المغرب قاضي المحكمة الجنائية بمكناس، وأنا حاضر معكم بصفتي عضو نادي قضاة المغرب. فأتقدم بالشكر لأختي وزميلتي الأستاذة فاطمة العزي على دعوتها للمشاركة في هذا اللقاء التربوي العلمي. فكما هو معلوم لأنه يدير تحت عنوان الأمن التربوي، فكما تعلمون على أن مظلة الأمن فهي تستوعب كل النشاطات، النشاط بمعنى كل النشاطات، والأمن بمعنى وفق المباشر هو تحقيق الطمأنينة ودفع كل الأذى الذي من شأنه أن يقلق الحياة. والجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية تقلق المجتمع بما تخلفه من أثر نفسي وجسماني. فالجريمة اكتسحت كما قلت على أنها اكتسحت كل المجالات الاقتصادية والسياسية، بل دخلت في الآونة الأخيرة إلى مدارسنا، حيث أصبحنا نسجل تنامي العنف المدرسي من خلال مجموعة من الحوادث الإجرامية المدرسية والتي يكون بطلها بالدرجة الأولى المتمرس الحدث، وقد يكون ضحيتها في ناحية أخرى. فكما هو معلوم الرجوع إلى القانون الجنائي وقانون الإصلاح الجنائية فقد عرفت ما هو الحدث. فالحدث هو الذي يبلغ السن 12 ولم يبلغ بعد سن 18 فيعد حدثا، أما أقل من 12 سنة فهو يعد حدثا في وضعية صعبة إذا ما كان هو ضحية جريمة أو إذا كان متخلى عنها. لذلك وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب متعلقة بحقوق الطفل كما صدق عليها المغرب، حاول المشرع المغربي إرساء مجموعة من القواعد القانونية التي أقرت هذه الاتفاقيات بما تضمن المصلحة الفضلى للحدث. لذلك نجد على أن المشرع أفرض مجموعة للحدث عند ارتكابه بفعل جرمي مجموعة من القواعد الشكلية والموضوعية تنسجم بخصوصية هذا النوع من الجرائم التي يقترفها الحدث، كما أن القضاء حاول تطبيق هذه النصوص أخذا بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للحدث. لذلك سنحاول أن أتطرق في مداخلتي إلى شقين، أو أنني قسمتها إلى شقين. تنوّت في الشق الأول حماية الحدث أو المقتضيات الخاصة خلال التمهيدي، وكذلك خلال النقطة الأولى على أنني أناقش في النقطة الثانية حماية الحدث أو خصوصية محاكمة الأحداث في النقطة الثانية. فكما هو معلوم على أن القانون الجنائي المغربي وقانون المسطرة الجنائية على العموم حاولت أن تتعامل مع الحدث على لا تتعامل معه كمجرم بل كحدث وارتكب جريمة، محاولة منها الأخذ بيده وإرجاعه إلى الطريق المستقيم. وبالتالي سنلاحظ على أن من خلال الاستفاضة بالبحث على أن هناك مقتضيات خاصة أفرضها المشرع للحدث إيمانا منه وعلى محاولة إصلاحه وتأديبه وإرجاعه إلى منظومته التعليمية، لأن غالبا الأحداث للمتمرسين هم يرتكبون يعني بعض الجرائم وبالتالي لابد من الأخذ بيده.
بعدما أن تطرقت أستاذة فاضلة على الجانب القانوني المتعلق بالمشكلات الصادرة عن الوزراء الوصية بخصوص هذا النوع من الجرائم، لابد كذلك من الحديث عن الشق القانوني والشق القضائي من خلال الحديث أولا عن مرحلة البحث التمهيدي. إذا كما قلت كل هذه المقتضيات كلها من أجل الأخذ بيد الحالات. فمن المفهوم على أنه في إطار القواعد العامة على أن البحث التمهيدي حينما يتم إلقاء القبض على المشتبه به أنه يتم إيداعه في مخفر الشرطة ويتم التطبيق مع مقتضيات البحث التمهيدي. فالحدث هنا في موضعه فالمعلوم على أن القواعد الاستثنائية الخاصة بالحدث تقضي وقت الحدث حتى ما يسمى بتدابير الملاحظة وليس الحراسة النظرية كما هو معمول به بالنسبة للرشداء. غير أن الواقع العملي غالبا ما تكون هناك ظروف محيطة بارتكاب الفعل تجعل من النيابة العامة تتغاضى عن هذا التدبير الاستثنائي اللي هو كما قلت الوضع تحت المراقبة، أنها تتغاضى عن هو تطبيق مقتضيات المادة 471 على المتعلقة بنظام الحرية المحروسة. فإذا كانت دواعي اللهم إذا كانت هناك دواعي تقتضي أو خطورة الفعل الإجرامي تقتضي وضعه تحت تدابير الملاحظة فإنه يتم وضعه تحت المراقبة. فإذا كان الأمر لا يتطلب ذلك فالاتجاه الغالي بالنسبة للنيابة العامة على أنها تقوم بتطبيق نظام الحرية المحروسة على أن لا تتعدى 15 يوم. إذا لا يتم إيداعه كما قلت بالنسبة لتدابير الملاحظة. بعد ذلك إذا اقتضى الأمر بعد ذلك يتم إحالة الحدث إما إلى قاضي الأحداث من طرف النيابة العامة بعد تقديمه، يتم إحالته إلى قاضي الأحداث وإما إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث. فإذا ما تم إحالة الحدث إلى قاضي الأحداث فهو يقوم بتطبيق مقتضيات المادة 471 متعلقة بالتدابير على الحدث. وجرى العمل كذلك على أنه حينما يتم تقديمه من طرف قاضي الأحداث يتخذ الإجراء الغالب الأعم على أنه يتم تسليمه إلى وليه. هذا هو العمل يعني إعمالا على خصوصية ديال الأحداث. وغالبا الأحداث اللي كيرتكبوا هاد الجرائم واللي كيتخذ فيهم التدبير كيكون كيمارس يعني كي انهم كي يتابعون الدراسه ديالهم، وبالتالي من الصعب الايداع ديالو في مركز حمايه الطفوله لان الشروط ديال التتبع ديال التندرس يقتضي اعاده التسليم ديالو للوالدين ديالو قصد الالتحاق بصفوف الدراسه. كذلك لابد ان يجرى على ان النيابه العامه غالبا ما تلجأ إلى تطبيق مقتضيات المادة 41 المتعلقة بالصلح وإيقاف سير الدعوة العمومية. إذا كان هناك صلح إذا كان هناك تنازل من طرف الضحية فغالبا أن النيابة العامة تقوم بتطبيق مقتضيات المادة 41 ويتم إيقاف سير الدعوة العمومية خدمة ذلك كله خدمة للمصلحة الفضلى للحدث. كذلك قلت على ان اغلب القرارات التي تتخذها القاضي الاحداث هي متعلقه بتسليم الحدث لوليه او الوصي او المقدم عليه او كافله او حاضره. قلت كذلك الاجراء غالبا ما يتم اللجوء اليه حينما لا تكون هناك خطوره اجراميه. حينما يكون هناك جرم بسيط يعني لا يكون هناك يعني ما كي ان الصفه الجرميه اللي يرتكب الحدث ما كيكونش عندها واحد الواقع خطير جدا. وبالتالي كيتم تسليم الوالدين. اللهم إذا كان الفعل
يكتسي يعني خطوره في هذه الحاله هذه، اما يتم الايداع ديالو في السجن في الجناح المخصص للاحداث. هذه اذا كانت الخطوره يعني كل الجانب العملي يعني اتجاه يعني اذا كانت الجريمه الحادثه في واحد الجريمه اللي عندها واحد الواقع فيتم حمايه لهذا الحد بحد ذاته يتم ايداعه بالسجن في الجناح المخصص للاحداث. وإذا تعلق الأمر بجرائم اللي هي بسيطة وما عندهاش واحد الواقع فكما قلت بأنه يتم إيداعه كذلك ممكن يتم إيداعه من مركز حماية الطفولة التابع لوزارة الشباب والرياضة، وأريد أن أسجل على أن هنا المراكز يعني التي المراكز التي يمكن أن يعال عليها الحدث طبقا لمقتضى المادة 471 من الناحية الواقعية قليلة باستثناء مركز حماية الطفولة اللي هو ما تبعش لوزارة التربية وتابع لوزارة الشباب والرياضة وما يطرح مجموعة من الإشكاليات بخصوص كذلك كما سبق لي الأستاذ أن ذكرت على أن بين جرائم كي تكوى الأحداث هناك جرائم متعلقة بالتجارة المخدرات. جرائم تجارة المخدرات في هذه الحالة هذه من الصعب على أنك تسلموا للوالي ديالو لأن كيكون هناك تقصير من طرفهم بالتالي حتى حماية ذاك الحدث يتم إيداع داخل في مؤسسة السجن للجناح المخصص للأحداث. ما اللهم إذا تعلق الأمر بتناول المخدرات أو السوق العالمي فيتم التسليم ديالو حتى هو كذلك في كما أنه في هذه الحالة هذه كيعتقد الأحداث كيتبع الحدث بطبيعة الحال أنه ممكن يغير تدبير كلما رأى أن هناك ضرورة يمكن له أن يقرر ويغير التدبير الذي سبق له أن أقره في حقيقة الحدث. النقطة الثانية هي النقطة المتعلقة بالمحاكمة وإصدار الأحكام. بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بمرحلة المحاكمة وإصدار الأحكام فهي كذلك تكتسب واحد من نوع من الخصوصية على اعتبار أن الحدث هو يعني يعني انها تتاثر فلذلك المشرع في الاتجاه هذا يعني انها اشار او فقر على ان المحاكمه تكون في جلسات سريه انه ما كيحضرلهاش العموم كذلك على انه يتم البت في النزاعات كل على حده كما انه اذا كانت الحدث مرتبط باشخاص راشدين وكان مساهمين او مشاركين في الجريمه فيتم فصل المصادر يعني ان الحادث يتخذ مسطرتهم الخاصه والرشداء يتخذون مسطرتهم الخاصه بهم كذلك المنع من تصوير الجلسات او نشر صور الحدث كذلك في الحاله ديال كذلك بالنسبه لما يخص المحاكمه حتى العقوبات ميز المشرع بين المخالفات والجناح فبالنسبه لي اذا تعلق الامر بالمخالفات يعني فهنا يكتفي الامر بتوبيخ الحدث او الحكم عليه بالحرام واذا كان عمره اقل من 12 سنه فيتم تسليمه لوليه واذا كان مهملا فهذه الحاله كذلك يتم تسليمه للجهه الجديره بالحمايه ديالها اما اذا كان الحدث ما بين 12 سنه و 18 سنه فتطبق عليه مقتضيات الماده 481 82 والعمل القضائي فيما يخص الاحكام اللي كتصدر غالبا انها كتتجه في شقين اما تسليم الاولياء ديالو او من له الحق في رعايته او يتم اخضاعه لنظام الحريه المحروسه بالنسبه للنظام هذا يقضي باخضاع نظام الحريه المحروسه مع تعيين مندوب الحريه المحروسه المكلف بتتبع الوضعيه ديال الحدث ووضع تقارير دوريه بخصوص سلوك ديال الحدث كذلك لا بد من الاشاره على ان من قبل الاحداث قبل اتخاذ الاحداث قبل اصدار هذه الاحكام لا بد من اجراء بحث اجتماعي وهذا البحث الاجتماعي كذلك متعلق بوضعيته الاجتماعيه ونفسيه ووضعه المادي وسلوكي داخل المؤسسه
تعليمية أو إذا كان متمرس أو داخل المجال الشغالي إذا كان يعمل، كلها إجراءات قلت على أنها استثنائية وغايتها هي حماية الحدث وحماية تحقيق المصلحة في الحدث يعني لا يقع في جريمة مرة ثانية. إذا فهو الحدث هو حتى بالنسبة للأحكام التي تصدر لا تحكم بمؤاخذة المنتهى من أجلي بما مؤاخذة المنتهى من أجل المنسوي وحكم حتى المصطلح ديالنا لا يتم الحكم وإنما بثبوت فعلي في حق الحدث حتى حماية ذلك الحدث إنما غدا غدا مازال غادي يغسل الرشد وبالتالي غادي تبدلوا هذيك وصمة عار ومع العلم على أنه قصير ويعني مازال عاد يعني النمو ديالو مازال ما كتمش وبالتالي حتى ديك باش غادي نعتبر المتهم لا يتم نعتبر بالمتهم ويتم نعتبر بانه يعني انه حدث وان الجريمه اذا تمتد نقول بانه ان الجريمه ثابته في حقه ولا نعتبر بالمجرم كلها قلت على انه يعني حاول بايجاز ان ابسط على انظاركم الخصوصيه التي تتميز بها هذه المحاكمه في القانون فبغية تحقيق المصلحة كما قلت البطلان للحدث و يعني في انتظار يعني ان شاء الله اننا نسجل هذا اللقاء في اطار المداخلات اننا ممكن نطور النقاش ولكن الشرطة اللي هي موضحة حول المطورة اذا غير التزاما بحدود الموضوع الدرس وكذلك بحدود التزاما بحدود الموضوع وكذلك التوقيت الذي منحه المسجل اكثر من بهذا القدر و بسم الله الرحمن الرحيم أشكر جميع المتدخلين على تدخلاتهم القيمة والتي كانت جملة مفصلة من الموضوع فما أود أن أجيب عنهم فيما يخص مجموعة من النقاط النقطة الأولى التي تحدثت عن طائرة جنوح الأحداث باعتبارها طائرة نشاز يعني لم يعد يعني المجتمع المغربي أن يعني تفشت هذه الطائرة وأتفقوا معها وأتفقوا مع جميع الأساتذة بخصوص كون هذه الطائرة هي طائرة يعني جديدة ظهرت في المجتمع المغربي تشمئز لها النفوس وتقشعر لها الأبدان بطبيعة الحال إلا أنه من متفق عليه كذلك على أن الأمر يتعلق بجريمة وجريمة كما قلت على أنها ظاهرة اجتماعية وخضعت للدراسة والتحليل من طرف مجموعة من المدارس فيما يتعلق بعلم الإجرام كل في أسست لظاهرة الجريمة من منطلقها هناك من أسس لها من الجانب النفسي هناك من تطرق لها من الجانب العضوي هناك من تطرق لها جانب جغرافي هناك من تطرق لها من جانب المناخ كل من موقعه ولكن ما يمكن أن ينقل على أن الطائرة الجريمة هي طائرة مركبة وبالتالي فإن العنف الذي يرتكبه الطفل الجانح فهو كذلك لا بد أن يخضع للدراسة والتحليل من جميع الجوانب سواء تعلقت الجانب النفسي او الجانب الثقافي او الجانب الاجتماعي كل على حده يمكن فهم هذه الظاهره هو المصدر يعني هذه الظاهره الجديده على مجتمعنا هذا من جهه ثانيه هناك من تساءل على ما هي معيار التمييز فيما يخص الجرائم التي يرتكبها الأطفال الجريحين فأقول حينما يتعلق الأمر بجريمة مرتكبة من طرف الحدث قلت كم أن ضد مثلا في مواجهة أستاذي فالأمر يتعلق هنا إما بالضرب والجرحي أو كذلك بإهانة موظف أدنى قيام بمهامه فكذلك حينما يكون كذلك الطفل الحدث قد يكون أيضا هو ضحية عنف من طرف سواء من طرف المدرس او من طرف باقي زملائه فهنا لا بد من التمييز فاذا كان هنا بالنسبه للعنف الذي يمارس او الضرب الذي يمارس عليه الحدث هو منهج ومقصود غني
هي الجانب تتجه الى الحق الاذى، فهنا يعني نخرج عن الجرائم العمديه الى الجانب غير العمدي الى الجرائم العمديه. فيما يخص كذلك من تساءل على المتدخله اخيرا تساءلت عن تحديد يعني متى نعتبر ان الحدث يعني هو في يعني مرتكب فعل، فالمعيار هو السن. قلت في البدايه على ان ما نعتبر الحدث حدثا هو من السن من 12 حتى 18 سنه. فيما يخص هناك كذلك من تساءل عن اداب فعاليات تقنيه ديال التسليم منصوص عليها في الماده 171 كتكبير يمكن لقضي الاحداث ثانيه او مرابين، فاقول لكم على ان 171 تتضمن سيلا كبيرا من التدابير، وساحاول ان بايجاز ان اسردها على مسامعكم تاركا لكم تقييمها والتساؤل من وجودها من عدمها. 471 تتحدث عن ست تدابير، الاول يتعلق باما تسليم الولي ديالو او المقدم او الكافي او الحاضر او اي شخص جديد بالثقه. ثانيا الى مركز للملاحظه، حين توفر بالفعل مركز للملاحظه. كذلك الى قسم الايواء بمؤسسه عموميه او خصوصيه معده لها رياض الخير، فعلا ستوفر المساعدات. الى مصلحه عموميه او مؤسسه عموميه تتكلف برعايه الطفوله مؤسسه حق خاص، الى احدى المؤسسات او المعاهد، الى جمعيات منفعه عامه. وهناك من اشار الى واحد المتدخل اشار الملاحظه المتعلقه بالتتبع النفسي. اقول على ان المشرع كذلك 871 لم يغفل هذا المقتضى، واشار على انه اذا راى قاضي الحدث ان حاله الحدث الصحيه او النفسيه او سلوكه العام استوجب فحصا عميقا، فيمكن ان يامر بايداع مؤقتا لمده لا تتجاوز 3 أشهر للمكتب المقبول بذلك. يمكن اذا اتساءل معكم، هل في ظل يعني التسارع القانوني انه مجموعه من النصوص القانونيه، وبالتالي ان القاضي لا بد عليه ان يطبقها في حدود، اقول في حدود الامكانيات التي يتوفر عليها، مراعاه كذلك كيف في تطبيق هذه التدابير، اولا ما يتوفر عليه الامكانيات، كذلك ومراعاه لطبيعه الحدث حتى يتم تقويمه والتدريب السلوكي. اقول على انه في الحالات التي يتعذر فيها، في بعض الحالات يتعذر تسليم الحدث لوليه، لا لسبب، لا لانه يعني ان الولي ديالو هو السبب ديالو في ارتكاب الفعل، فهنا يتم محاوله تسليمه الى جهه كما قلت جديره بجريده التربيه ديالو، اما الاقارب ديالو واما احد الاشخاص اللي لعبناه في 471. اذا اقول على انه النص القانوني موجوده، والسؤال يعني اطالب من ذلك لكم يعني الاجابه عن مدى توفرنا على هذه الامكانيات، وشكرا.